أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من أبواب كتاب أصول الكافي في بيان منزلة الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام وفيه ذكر بعض مقاماتهم باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه واله وإلى الأئمة في أمر الدين التفويض بمعنى توكيل الأمر إلى شخص كما نقول إن فلان وكيل مفوض، لا يحتاج إلا إلى هذه الوكالة، فيذهب وحسب هذه الوكالة يعمل. بالنسبة إلى التفويض إلى الرسول صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة، هذا له معان متعددة. بعض معانيه كفر وبعض معانيه ايمان. المفوضة انما كفروا وكفروا لانهم اعتقدوا بالمعنى المحال. واما بعض المعاني الاخرى فهي ممكنه بل دلت الادله الصحيحه الصريحه على أن هذه المنزلة ثابتة للرسول وللأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام. وإنكار هذه المنازل يكون من التقصير في حقهم. أما المعنى الذي هو محال وهو كفر، أن يقول أحدٌ أن الله سبحانه وتعالى فوّض اليهم، إلى الرسول والأئمة الخلق والرزق فيزعم أنهم يخلقون ويرزقون استقلالاً، من دون إفاضة من الله سبحانه وتعالى. هذا كان رأي بعض المفوضة الذين لعنهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وبهذه العقيدة خرجوا من الإيمان إلى الكفر. الذي يعتقد بأن الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام يخلقون بقدرة من أنفسهم هذا كفر. يرزقون بقدرة من أنفسهم هذا كفر بل محال لأن المخلوق كل شيء منه يرتبط بالخالق، فلا معنى للاستقلالية فيه، لا يمكن ذلك أصلاً. المخلوق يعني كان معدوماً، لم يكن موجوداً في الأزل. فأصل كل الصفات كانت مفقودة، وكل الصفات مفقودة فيه. فحينما يوجد يحتاج إلى موجد، إلى خالق. الخالق كما يوجده يوجد فيه صفات. هذه الصفات ترتبط بإرادة الخالق، وإلا الممكن في حد ذاته لا يتمكن من الاستمرار في الوجود إن انقطع فيض الخالق منه. محال أصلًا. يعني الآن نحن كما أن الله خلقنا استمرار وجودنا بإفاضة مستمرة من الله سبحانه وتعالى ولو الله سبحانه وتعالى قطع هذه الإفاضة نتحول إلى عدم إذا نريد نمثل مثال للتقريب مثل الأضوية التي الآن مثلا في هذه القاعة أو في أي مكان آخر هذه الاضويه اضيئت. هذه اضيئت بالكهرباء الذي يدخل فيها. وهذا الكهرباء لازم يكون مستمر. يعني اذا واحد ذهب الى ميزانيه الكهرباء فقطع الكهرباء هذه الاضويه تفقد نورها. او دائره الكهرباء مثلا قطعت الكهرباء من الدائره. في نفس اللحظه في أقل من ثانية هذه الأضواء كلها تُعدم، لماذا؟ لأنه النور طبيعته يحتاج إلى مصدر للطاقة. إذا مصدر الطاقة انقطع، النور أيضاً ينقطع. هذا مثال لتقريب الفكرة إلى الذهن، وهذا ما يعبر عنه في العلوم العقلية أن العلة أن الشيء يحتاج إلى علة محدثة والى عله مبقيه. زين فاولياء الله عليهم السلام كما انهم في وجودهم يحتاجون الى الله. لولا ان الله اراد خلقهم ما كانوا يوجدون. وكذلك مقاماتهم وصفاتهم ومنازلهم ايضا بإرادة من الله، هذه الاراده مستمره. يعني مو مثل افرض مثلا بناء يجي يبني هذه الدار ثم هذا البناء يذهب إلى عمله ويموت ويتحلل يتحول إلى تراب مئات السنين تمر والبناء قائم. ليس الخلق هكذا في كل لحظة لحظة بحاجة إلى إفاضة من الله سبحانه وتعالى. من أسباب كفر اليهود في التوحيد هو هذا ينقل عنهم أنهم يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم استراح وما عنده شغل بعد حرك هذا الكون الكون ده يتحرك بل البعض منهم حسب المنقول يزعم بأنه لا يتمكن من التغيير ويزعمون أنه يبكي على ما جرى على بني إسرائيل مثلا ودموعه تصب في البحار فتحدث هذه الأمواج والعواصف مثلا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا من يعتقد بهذه العقيدة وليس بمسلم حتى لو إذا ادعى الإسلام إذا اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا الأنبياء والأئمة وفوض إليهم بهذا المعنى بأن يتصرفوا استقلالا في الخلق والرزق ولا شأن لله سبحانه وتعالى في ذلك حسب ما يزعمون هؤلاء النصارى من أسباب كفرهم هو هذا من أسباب كفرهم متعددة بس من أسباب كفرهم هو هذا أنه يعتقدون أن عيسى عليه السلام يحيي الأموات بنفسه بقدرة منه لأنه حسب ما يزعمون إما هو الله تعالى الله عن ذلك أو هو ابن الله أو الكلام غير المعقول الذي يذكرونه أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد بالاستقلال يخلق من الطين كهيئة الطير بالاستقلال يخبر عن المغيبات، بالاستقلال يبرئ الاكمه والابرص، وهناك من اسباب كفرهم. لكن نحن ماذا نقول؟ نقول ان هذا المعنى مستحيل اصلا، ولم يقع، فاذا عيسى له هذه المعاجز انما هي باذن من الله سبحانه وتعالى. زين الله سبحانه وتعالى قادر. على ان يعطي لانسان القدره في الخلق ويعطيه القدره في الرزق لكن باذن الله هذا ممكن عقلا عقلا الله سبحانه وتعالى ياذن لنبي من انبيائه بان يخلق يعني يوجد من العدم ممكن لكن لم يقع ذلك مو كل شيء ممكن الله سبحانه وتعالى خلقه خارجا الآن إنسان له مثلا مئة رأس هذا ممكن ممكن عقلا وجود ذهني هم في تصورنا هم يمكن نتصور ذلك لكن في الخارج لم تكن الحكمة والمصلحة في خلق هكذا إنسان لذا الله سبحانه وتعالى حكيم مع قدرته على ذلك لم يخلق تشوف إنسان عقيم هذا الإنسان يبقى عقيما إلى أن يموت هل كان يمكن عقلا أن الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الإنسان قدرة الإنجاب نعم ممكن لكن الله سبحانه وتعالى لمصلحة جعله عقيما يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة بعض الأشياء ممكنة لكن لأنه ليس فيها المصلحة الله سبحانه وتعالى لا يخلقها لا يقدرها زين هل ممكن أن الله سبحانه وتعالى يأذن إلى إبراهيم مثلا إلى إسماعيل إلى موسى إلى محمد صلى الله عليه وآله وعليهم الصلاة والسلام يأذن لهم في أن يخلقوا ويأذن لهم في ان يرزقوا نعم هذا ممكن عقلا لكن لم يقع يعني الله سبحانه وتعالى لم يأذن لاحد في هذا الامر لم يعطه القدره في هذا وحتى عيسى عندما يقول واخلق لكم من الطين كهيئه الطير الخلق هناك بمعنى التقدير يعني هذا الطين آخذه وأقدره على صوره الطير صنع المجسمه فيكون طيرا باذن الله. الى صنع المجسمه هذا لم يكن معجزه، الان نحات يمكن ان بالطين مثلا او من الصخر ينحت شكل طير، وما اكثر النحاتين الذين صنعوا هكذا هياكل، لكن الاعجاز كان في شنو؟ فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. هنا حديث في الاحتجاج عن علي بن احمد القمي، قال: اختلف جماعة الشيعة في أن الله عز وجل فوض إلى الأئمة -صلوات الله عليهم- أن يخلقوا ويرزقوا، فقال قوم هذا محال لا يجوز على الله لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل، وقال آخرون: بل الله عز وجل اقدر الائمه على ذلك وفوض اليهم فخلقوا ورزقوا. زين هذا كان في زمان الغيبه الصغرى فقال قائل ما بالكم لا ترجعون الى ابي جعفر محمد بن عثمان هذا النائب الثاني النائب الاول عثمان بن سعيد. وكان وكيلا للامام الهادي والامام العسكري والنائب الاول الامام المهدي، النائب الخاص. النائب الثاني نجله محمد بن عثمان العمري. لا لا ترجعون الى ابي جعفر محمد بن عثمان فتسالونه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه، فانه الطريق الى صاحب الامر عليه السلام. لان النواب الخاصين كانوا يلتقون بالامام المهدي عدل الله تعالى شرف فرجه الشريف وهم الواسطة بين الشيعة وبين الإمام هذا في عهد الغيبة الصغرى نيف سبعين سنة بعد ذلك عندما النائب الرابع حضر وقت وفاته قال له توصي إلى من ما أوصى إلى أحد فحدثت الغيبة الكبرى الإمام بعد ما عنده واسطة مباشرة بينه وبين الناس وانما بين قاعده عامه: واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله. فرضيت الجماعه بابي جعفر وسلمت واجابت الى قوله فكتبوا المساله وانفذوها اليه فخرج اليهم من جهته توقيع نسخته ان الله تعالى هو الذي خلق الاجسام وقسم الأرزاق لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم يعني الله ليس بجسم ولا هو يحل في جسم فهو القادر على خلق الأجسام لأن الأجسام ليست إله شيء جسم ليس الله المادة الله خالق المادة فيجب أن لا يكون ماديا الله مو مادي مجرد عن الماده اما الماده توجد ماده هذا محال حتى الان في علم الفيزياء يذكرون ذلك يقولون الماده صورتها تتبدل اما ماده توجد ماده هذا محال لانه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاما الائمه عليهم السلام فانهم يسالون الله فيخلق ويسالونه فيرزق ايجابا لمسالتهم واعظاما لحقهم. فاذا التفويض بمعنى الاستقلاليه في الخلق وفي الرزق هذا كفر لان الاستقلاليه في الخلق والرزق خاص بالله. زين باذن الله هذا ممكن لكن لم يقع لا دليل على ذلك بل الدليل على عدم ذلك فهذا المعنى الاول للتفويض وهو ليس بصحيح اما المعنى الثاني للتفويض التصرف في الكون باذن الله الله سبحانه وتعالى حينما خلق المخلوقات اعطى لهذه المخلوقات او لكثير منها تصرف في الكون ضمن حدود تلك الحدود صارت عندنا طبيعية ليش لان كل واحد يتمكن من التصرف في ذلك يعني مثلا هنا رمل أي إنسان ليس بمشلول يتمكن أن يجمع هذا الرمل ويصنع من هذا الرمل مثلا كوما يمكن ذلك لا لا نعم ممكن هل هذا تصرف في الكون؟ نعم تصرف في الكون، ولكن هذا تصرف محدود. زين هذا الانسان اللي اجى وجمع الرمل وصنع منه كومه. هل تصرفه بقدرة منه او بقدرة اعطاها الله اياها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاه هذه القدرة، واذا واحد يقول هذا الانسان، هذا الطفل، هذا الحيوان، هذه النوع من التصرفات يتصرفها ليست بإذن من الله هذا كفر وإنما نقول إن الله هو الذي أقدر هذا الإنسان هذا الطفل هذا الحيوان في هذه النوع من التصرفات لكن هذه ليست إعجاز بالنسبة لنا ليش لأن كل واحد يتمكن من ذلك الآن نشوف البشرية مثلا بتطور علوم صنعوا الصناع الغريبة، البنايات العجيبة مثلا الاختراعات الغريبة هذه إعجاز كلا لان هناك قوانين طبيعية كل إنسان إذا سار ضمن تلك القوانين الطو... الطبيعية يتمكن من هذه الاختراعات والاكتشافات لكن من الذي منحهم هذه القدرة القابلية للتعلم القابلية للعلم القابلية, للعلم القابلية للاكتشاف الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، لها قابليه للحياه سائر الكواكب ليست لها قابليه للحياه، لكن الارض ذلول لها قابليه للحياه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، فتره امتحان زين الله سبحانه وتعالى منح الانبياء قدره اكثر من القدره التي منحها لسائر الناس في معاجزهم معاجز الانبياء لا تخضع للقوانين الطبيعيه لكنها تخضع للقوانين الالهيه الغيبيه ولو الله سبحانه وتعالى كان يعمم ذلك القانون لجميع البشر كان ممكن فكان يخرج عن كونه اعجازا يعني مثلا الله سبحانه وتعالى إذا كان يجعل في يد أي إنسان القابلية في أنه لو يمررها على عين أعمى هذا الأعمى يصير بصير لو الله كان يريد هكذا كان يتمكن؟ نعم يتمكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وإذا الله سبحانه وتعالى كان يجعل هذه القابلية لليد الأمر كان يصير طبيعي مثل ما آني أحرك يدي هذا لا أحد يراه أمرا غير طبيعيا غير طبيعيا مع أنه بقدرة من الله لولا هذه القدرة اللي الله منحني ما كنت أتمكن من تحريك يدي زين إذا الله إبصار المريض الأعمى الأكمه كان يجعله يجعل شفاءه في لمسة يد أي إنسان يجعل في هذه اليد طاقة لها هذه القابلية كان يصير أمر طبيعي لكن الله سبحانه وتعالى لم يمنح هذه القدره للناس لان ما في مصلحه. لكن منحها لعيسى عليه السلام. فعيسى يبرئ الاكمه لكن باذن الله يعني هذه القدره التي هي لعيسى انما قدره منحها الله اياها. مو بالاستقلال. ولذا عيسى عليه الصلاه والسلام يستفيد من هذه القدره في الاطار الذي أذن له الله سبحانه وتعالى في ذلك، هذا يعبر عنه بالولاية التكوينية. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى للرسول صلى الله عليه واله وللأئمة قدرة غيبية في التصرف في الكون. ومعاجز الأنبياء غالبا من هذا القبيل. يعني الله سبحانه وتعالى منح القدره للنبي لكي يتصرف في الكون تصرفا لا يتمكن الاخرون من ذلك التصرف نعم احيانا بعض المعاجز هي فعل مباشر من الله سبحانه وتعالى لان المعاجز قسميا توجد معاجز هي فعل مباشر من الله مثل القران القران لا دور للرسول صلى الله عليه واله فيه وانما دور الرسول تلقي القرآن وقراءته على الناس. فالقرآن هو معجزه للرسول، لكن ليس للرسول دور الا التبليغ. وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق القرآن مباشرة. زين. هذا قسم من المعاجز، لكن قسم من المعاجز ليست فعل مباشر من الله سبحانه وتعالى إنما هي فعل النبي لكن بقدرة أعطاها الله إياه يعني عيسى عليه الصلاة والسلام حينما كان يحيي الموتى عيسى يحيي الموتى لكن بقدرة منحها الله سبحانه وتعالى إياه وكذلك معاجز الرسول صلى الله عليه وآله أكثرها هكذا هو يصنع تلك المعجزة لكن بقدرة من الله سبحانه وتعالى واذن منه. هذه الولاية التكوينية عقلا ممكنة، لان الله قادر على ان يعطي انسان اصطفاه القدرة على التصرف في الكون، ولا يعطي هذه القدرة لاخرين. واحد يجي يقول يعني مثلا رد الشمس ممكن؟ الجواب نعم ممكن. لأن القوانين الطبيعية من الذي جعلها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها، والله مو محكوم بالقوانين الطبيعية، بل القوانين الطبيعية هي محكومة بإرادة الله، هسا الله سبحانه وتعالى يريد يغير في بعض هذه القوانين الطبيعية لمصلحة، فيعطي للإمام علي بن أبي طالب القدرة في أن بإشارة واحدة يرد الشمس. ثم بإشارة واحدة يرجع الشمس. يقول الكون يصير فيه اختلال، نقول الاختلال في الكون إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن لا يحدث. المعادلة اللي الآن موجودة اللي هذه المعادلة إذا تغيرت يصير اختلال في الكون. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه المعادلة لحكمة، هسه يريد في ظرف خاص يغير المعادلة. ما في مشكلة. ولا محذور لا عقلي ولا عقلائي. ما هي المشكلة أن يكون أن يكون الله سبحانه وتعالى لمصلحة أن يعطي لأوليائه المعاجز يتصرفون هم لكن بإذن منه هذا عقلا ثابت إمكانه والأدلة الصحيحة في القرآن وفي الروايات المتواترة بالتواتر الاجمالي دلت على ذلك فالمعنى الثاني للتفويض وهو التفويض بمعنى الولايه التكوينيه بان يتصرفوا في الكون باذن الله هذا واقع وممكن المعنى الثالث للتفويض ان تكون لهم ولايه على الناس يعني الله سبحانه وتعالى يقول السلطه والولايه للرسول. الحكومة للرسول. القضاء للرسول صلى الله عليه واله هذا امر ممكن وقد وقع الله سبحانه وتعالى جعل النبي اولى من المؤمنين في انفسهم فقال سبحانه وتعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هذه الايه نازله في اسره الرسول، في الرسول واله وازواجه. الرسول صلى الله عليه واله ما هو المنصب الذي منحه الله سبحانه وتعالى بالنسبه الى الناس؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. انت عندك ولايه على نفسك. ما يقدر واحد يجبرك. على ان تتصرف التصرفات الخاصه، انت مختار ضمن دائرة الشرع تصرف انت مختار، لا احد يجبرك. لكن النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. يعني اذا الرسول كانت له اراده وامرهم يجب ان يطيعوه. مثل ما حدث في قضية زينب بنت جحش. هي كانت تريد ان تتزوج الرسول. فالرسول أمرها بأن تتزوج من زيد، ما كانت راضية لكن النبي أمرها فنزلت الآية الشريفة وتأمرها بالإطاعة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فالنبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، زين زوجات الرسول ما هو دورهن؟ وام وازواجه امهاتهم هذه ام شرفيه فلا يجوز ان يتزوجوها. الامومه هنا للمؤمنين وليست للمؤمنات حتى العام يرون في احاديثهم ان امراه جاءت الى عائشه وقالت يا ام يا امي قالت انا لست اما لك، ما معناه؟ لانه الامومه بمعنى عدم جواز الزواج بهن كما لا يجوز الزواج بالام زواجات الرسول لهم المنصب التشريفي انهن امهات المؤمنين بمعنى انه لا يجوز للمؤمنين ان يتزوجوهن في هذا المقدار اما سائر احكام الامهات فليست لهن يعني الناس المؤمنون محارم مع زواجات الرسول كله هذا الشيء من الأمومة لا يوجد وإنما الشيء اللي موجود من الأمومة مسألة حرمة الزواج مزيان هذه أزواج الرسول أما أرحام الرسول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولو الأرحام يعني أمير المؤمنين اللي هو رحم الرسول ابن عم الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، امير المؤمنين علي بن ابي طالب اولى برسول الله من سائر الاقارب. والامام الحسن اولى بامير المؤمنين واولى برسول الله من بعد امير المؤمنين من سائر الناس. وهكذا الامام الحسين الى الامام المهدي. عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهذه الايه لا ترتبط بايه بالارث. الايه اللي ترتبط بالارث واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في سوره أنفال هذه الآية في سورة الأحزاب كلمة أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مرتين في القرآن مرة في سورة الأنفال ومرة أخرى في سورة الأحزاب اللي في سورة الأنفال ترتبط بالإرث الأقرب يمنع الأبعد إذا الميت عنده ابن يرث ابن الميت ولا يرث أخ الميت لأن أخ الميت أبعد من الميت أبعد من الابن إلى الميت ذاك في سورة الأنفال أما هذه الآية اللي الآن نتلوها في سورة الأحزاب حول الولاية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أما الأزواج ليس لهن من الولاية شيء وأزواجه أمهاتهم منو إلى الولاية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله لذا في يوم الغدير النبي بدأ كلامه ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله إذن هذه معاني ثلاثة للتفويض المعنى الأول كفر المعنى الثاني والثالث هو عين الإيمان هناك معاني أخرى إلى سبعة معاني الوقت انتهى نتركها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين